المقابله هاد السنه الماضيه والسنوات اللي قبل كنا على الاقل كنعرفوا ثلاثه ديال الدورات كنعرفوا لاضات ديالهم، ولا كيكون غير بروجي مثلا بروجي ديال الشامبيونه عاد كيتكون فيرما. دابا كتدخل السيت ما كتلقاش، كاين اللي عنده اخبار، كاين بعض الانديه كتكون عندهم اخبار عارفين احنا ما فهمتي، دونك صعيبه. بالنسبه للتاثير ديال المقابله كنا على الاقل كون كانت نتيجه ديال التعادل، وذلك كذلك الطرد ديال الحارس اللي كان شويه قاسي، فكنظن بانه غادي اضطر، ونتمنى ان شاء الله انه نحاولوا نسترجعوا اللياقه البدنيه ديالنا ونلعبوا مقابلات الكاس. وكنظن مقابلات باقيين مقابلات كثار، ولكن كما قلتي فاكيد واكيد برمجه اثرت بشكل كبير. انا غير اونتر بارونتيز كنقلب على الرجاء واش باقيين معنا في الشامبيونه ولا ما معناش، حيت مازال ما لعبوش كاع. يوسفيه برشيد من المقابله ديال الزمامره ما لعبوش، صعيبه صعيبه بزاف. نتمنى ان شاء الله. والمشكل هو لي ضاد ديال الكوب دافريك وكوب اراب ولي زيكيب ناسيونال، كلشي معروف. دونك نديروا واحد 3 جورني وعاد نديروا لا ميزاجور. نتمنى ان شاء الله الله يحسن العوان. حتى البرمجه حتى هما مضغوطين، ونتمنى ان شاء الله ان كما قلت هاد المقابله ما تاثرش علينا، وكما قلت نحاولوا كما قلت لك نرجعوا في الكاس ان شاء الله وفي المقابله ديال البطوله الجايه ان شاء الله.